موديست النهارده شارك طبعا بعد غياب انتوا فاكرين ان موديست بس هو شارك في ثلاث دقائق يعني في كاس عامل الانديه ما يتحسبوش يعني قدام فريق اتحاد جده بس النهارده شارك كان له بعض اللقطات في المباراه ما اقدرش اقول انه ادى بشكل كويس او حتى بشكل ضعيف حاول يعني حاول يتحسن حاول يتحسن ومره مليون موديست مهاجم اكيد كويس بس هو لم يظهر اي شيء مع النادي الاهلي بعد. يعني هو موديست مهاجم كان بيلعب الكلام المكرر مهاجم كبير، انت جايب مهاجم من اوروبا مهاجم فرنسي. بس مع الاهلي ما شفناش اي حاجه خالص خالص، كان ليه كوره واحده النهارده واتصدت. هتقول لي يا كريم ما فيش ملوش ولا كوره اتصدت النهارده، كل الكوره ما اتصدتش وفي واحده بس اللي كانت بره يعني. تعال نشوف الكوره. الكوره الوحيده اللي ليه كانت فرصة يعني تبدو سهلة بس شاطها بعيدة وحتى اللي اتشاطت بعيدة دي اتصدت هاتوا اللقطة يا شباب عشان وانا بتكلم نعرض اللقطة اللي بقول لك عليها ديت لقطة اهي بص مودست هي لقطة طريفة بالمناسبة يعني بص الكورة هتروح لمودست هيستلم ويشوط اهو هوبا في واحد بقى من الجمهور قرر انه يصد الكوره فانا متخيل بقى مودست عمال يقول ايه هو انت مش سايبني في حال انت كمان في واحد قرر يلعب دور حارس المرمى هت... هتيجي اهي بص بقى في واحد هنا اهو ها ده جامد ده ده جامد ده ده جامد ده ده بوكس صح كده وايه لا ود... ود البوكس ود البوكس ما رجعش الكوره في منطقه الجزاء دهها بره خالص هو كمان يعني حتى الكوره اللي شاطها مودست في واحد من المشجعين قرر يصدها سيبوا الراجل يا جماعه سيبوا الراجل ياكل عيش سيبوا الراجل يشتغل شويه هو مهاجم كويس لقطه طريفه يعني من المورا... من احد المشجعين تصدى لكوره أنطوني مودست ماشي لسه مودست لسه وانا مع مارسيل كولر اللي بيقول ان الراجل عنده سوء حظ كبير جدا جه اجواء مختلفه تماما عن اوروبا بدا يدخل في المباريات جاله كورونا او جاله برد او جاله مرض يعني ف... ابتعد عن المباريات رجع تاني دخل قائمة كأس العالم الأندية قلنا هيظهر في كأس العالم الأندية بشكل كويس نزل مباراة اتحاد جدة لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في المباراة اتطرد اتوقف ماتشين ما لعبش ماتش في لومانينزي وما عملش ما لعبش أيضا ماتش أوراوا فأنت مش قادر تحكم على مودست هو لحد دلوقتي ما حاجة خالص تتوقع انه يا كريم يعمل حاجه بعد كده والله الله اعلم، تتوقع اصلا انه يكمل مع النادي الاهلي ولا لا؟ الله اعلم. بس لسه ما بينش اي 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 اي, أي امارات. والمقارنه بتاعت موديست وفلافيو دي مقارنه غير صحيحه ليه؟ ان فلافيو لما قعد موسم كامل ما بيسجلش مع النادي الاهلي بس فلافيو فلافيو كان بياكل النجيله وجري وحركه و وثغرات بيفتحها في الدفاع وأسستات وكان بيعمل حاجات كثيره غير انه بيسجل، ما بيسجلش. لكن مودست الراجل بينزل يعني بنقول هي hey, الحق مودست جري الحق مودست عمل سبرنت الحق مودست شاط شوط مفيش خالص الراجل اكيد عانى بدنيا وفي الفتره الاخيره عانى نفسيا طبعا بعد اللي حصل معاه في كاس العالم الانديه فلازم هو نفسه يفوق نفسه وده مارسي كولر النهارده رماها كده رمى الجمله دي في النص قال لك انه مودست محتاج او مش مودست عفوا أي لاعب احنا بنساعد اللعيبه كجهاز فني بس أي لاعب كمان محتاج يساعد نفسه لما يسألوه على موضوع إضاعة الفرص. مارس كولر النهارده كانت تصريحاته رائعه جدا كعادة مارس كولر في المؤتمرات الصحفيه مدرب ذكي واليومين دول تحسه كمان أكثر هدوءا أكثر هدوءا ما, ما بيبالغش في انفعالاته وفي كلامه وفي حاجات كده عكس باتشيكو اللي هتكلم عنه بعد شويه مدرب بيراميدز